عقدت صباح اليوم وزيرة الصحة العامة السيدة نقربتنا كرميل سكاد اجتماعا مع المجلس الوطني للتنسيق من أجل مكافحة الأمراض الثلاثة الملاريا السل والسيدة. كان ذلك بحضور أمينة الدولة في المالية والميزانية وشركاء البلاد في التنمية. تقرير حليمة سعدية يعقوب. داب المجلس الوطني للتنسيق من أجل محاربة السيدة والسل والملاريا على الوقوف مع البلاد لتقديم الدعم لمبادرة عبر الحشد الموارد من البنك العالمي لأجل مكافحة الأمراض الثلاثة وتوفير الغطاء الصحي. لذا عقد المجلس الوطني للتنسيق من أجل مكافحة الأمراض السيدة والسل والملاريا أخذ جلسة عمل مع مختلف الهيئات العامة والخاصة العاملة في مجالات الصحة. وبهذه المناسبة تحدثت ممثلة الجمعيات المجتمع المدني إستيل بايمي، قالت أن هذه الجلسة تدخل في مبادرة الصحة الوقائية للمواطنين من الأمراض الثلاثة السيدة والسل والملاريا. أمينة الدولة في المالية والميزانية بنات تشاليسو أكدت بأن الحكومة تولي أهمية كبرى في هذا المجال، كما أوضحت بتعهدات رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو للتخلص من هذه الأمراض الثلاثة السيدة والسل والملاريا، كما طلبت من الشركاء دعم هذا المجلس. بدورها وزيرة الصحة العامة أنقربتنا كرميل سكاد اتخذت هذه الفرصة وشكرت جميع الشركاء في الرعاية الصحية وطلبت من الجميع تكثيف الحملات التوعوية في أوساط المواطنين، مؤكدة بأن المجلس HCNC يلعب دورا كبيرا بالشراكة مع المجتمع المدني والحكومات والمنظمات الغير الحكومية. نائب رئيس المجلس الوطني للتنسيق من أجل مكافحة السيدة والسل والملاريا تحدث عن الصعوبات التي يعاني منها المجلس. فيها صعوبات شيء فيما يخص العلاقة بين الريسيبياندير برينسيبو والسو ريسيبياندير، وكان وايد ومع الصندوق العالمي ذاته فيها صعوبات عشان المواعيد اللي تطلوا فوق القروش دائما تتأخر، تجي ثلاثة أربعة شهر بعدها، وتعرف المرض ما بيربى زي ما نقولوا هنا. وده لذلك ناقشنا عدة مرات مع الشركاء معانا الناس اللي بعونونا، وقلنا لازم في سنة 2017 ده النظام ده شيء كي يغير، وعشان التعب عن الناس المرضانين ده شيء يعني يكون خفيف. ونشير إلى أن هذه الجلسة ستخرج بنتائج تلبي بعد احتياجات وزارة الصحة العامة لأجل محاربة الأمراض الوبائية.